بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم جميعا. ازيكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. ده فيديو خاص ب طلاب في جامعه في السنه البحريه ال MBA ماده الفاينانس. طيب الفيديو دوت هو بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن التايم فاليو اوف ماني. يعني هو المحاضره كانت بتتكلم عن ازاي ان انا عايز عندي فلوس او عايز عندي فلوس عايز استثمرها في مشروع في البنك او كده، وطبعا في عائد معين انا باخده، فعايز اعرف البريزنت فاليو والفيوتشر فاليو. يعني البريزنت فاليو اللي انا القيمه الحاليه، يعني ساعات ممكن مثلا حد يقول لي ان انا مثلا بعد 5 سنين هديك فيوتشر فاليو مثلا 5000 جنيه، فعايز اعرف البريزنت فاليو اللي انا هدفعها دلوقتي قد ايه، او العكس ان انا عندي بريزنت فاليو بيديك عائد سنوي، فعايز تعرف الفيوتشر فاليو هتبقى عامله ازاي. فهو ده المحور بتاع المحاضره كانت. فأول مسألة خدناها طبعا هو كان هنا بيشرح الرموز. رموز يعني لما يقول لك الان اللي هو الان دوت النمبر اوف بيريودز، يعني مثلا هستثمر لمدة 5 سنين، فالان هنا هي النمبرز اوف، يعني 5 سنين دي هي الان. ساعات بيسموها NVER عشان اللي هي اسمها في المعادلة بتاعت اكسل بيبقى اسمها ال NVER، عشان كده دايما بيكتبوها بالطريقه دي. تمام. بعد كده الاي يا اما هيقول لك اي اللي هي انترست ريت، او الار، يعني الاي او الار هما حاجه واحده اللي هي الانترست ريت. بعد كده بي في اللي هي بريزنت فاليو، بي ام تي هو الاماونت اوف بيمنت يوزنج الانيونيتيز. الانيونيتيز يعني ايه؟ الحاجات اللي هي المتكرره، يعني يكون مثلا في اماونت متكرر هدفعه اكتر من مره، مش هدفع بريزنت فاليو واحد بس، لا هدفع على اكتر من سنه، فبيسموها انيونيتيز. تمام. والاف في اللي هي فيوتشر فاليو، طبعا ده المصطلحات اللي احنا ممكن هنشوفها مع بعض خلال الفيديو. طيب اول مساله معانا هنا مساله بسيطه خالص، هو بيقول لك ممكن نحسبها مانيوال وهنحسبها بالاكسل. اول معادله بيقول لك الراجل اسمه جان ده، تمام، حط 800 دولار ان سيفنج اكاونت وبيدفع له 6% انترست، يبقى الار عندنا هنا 6، تمام، سوري الانترست ريت عندي هنا 6. تمام. وبيقول لك ان هي شي وونتس تو نو هاو ماتش ماني ويل بي in the account at the end of 5 years، يعني هو عايز هنا الفيوتشر فاليو. فلو حسبتها مانيوال هقول القانون بيقول ان انا احط البريزنت فاليو، تمام كده، في 1 زائد الار او الاي اللي هي 6% مرفوعه للاس العدد المرات اللي انا هستثمر فيهم او البيريود بتاعتي اللي هي خمس سنين. فقلت 800 في 1 زائد طبعا ال 6%، تمام كده، اس 5. فممكن نحسبها بالاله هتبقى عامله ازاي. هقول الاول تعالى نجيب اللي هي 1 زائد 6% اس 5، هقول 1 زائد اللي هي 6% 6.100 ديت، تمام، فادتني كده خلاص. هعمل الاس ازاي؟ اقول اكس واي 5، فادتني الرقم ده، هضربه في البريزنت فاليو اللي هي 800، فاداني الرقم 1070، تمام. فخلينا فاكرين الرقم ده قوي اللي هو 1078، وتعالى نجيبها بالاكسل، تمام كده. هو هي طبعا هتلاقي في الكتاب عندك هو شرح لك المعادله بتاع الاكسل اللي قدامك اهيت. قال لك البريزنت فاليو 800، الان 5، والاي او الانترست ريت 6، والسي بي تي زي ما هي، والفيوتشر فاليو احنا عايزينها، تمام. فانا هروح اعمل ايه؟ انا دلوقتي عايز اجيب ايه؟ انا عايز اجيب الفيوتشر فاليو. فاروح انا هنا في الاكسل هفتح شيت جديد كده، هقول له ان انا عندي بي في بريزنت فاليو، ده المعطى بتاعي، تمام كده، عندي اهي بي في بريزنت فاليو، ده المعطى اللي هو كان 800. طيب بعد كده 800 دولار، وعندي الاي اللي هي الانترست ريت، هو قال لي كام؟ 6%، تمام، وعندي الان 5 سنين، تمام، وعايز الفيوتشر فاليو.
هعمل ايه؟ هقف هنا كده هقول بيساوي اي حاجة في الاكسل عشان افتح معادلة لازم اقول بيساوي تمام، وادوس هقول فيوتشر فاليو اهي، ادوس عليها مرتين كده اداني فتح لي المعادلة، عشان افتح المعادلة لازم ادوس على الاف اكس، فاداني الويندو ده قال لي حط لي الريت، الريت كام؟ 6 اللي هي الار. طيب وقال لي حط لي الان بي ار، احنا قلنا الان بي ار اللي هي يا اما هيقولها لك ان او ان بي ار، ان بي ار اللي هي 5 تمام. طب قال لي حط لي بي ام تي، بي ام تي ديت في حاله لما يكون في ان يونيتس، لكن انا ما عنديش حاجات متكرره، ما عنديش سنوات متكرره في يعني ما بدفعش اماونت على مدار سنوات، انا بدفعها مره واحده في الاول خالص، عشان كده هحطها صفر. قال لي البريزنت فاليو حطها لي اللي هي 800 والتايب 0 واقول له اوكي، فاداني 1070 اللي احنا طلعناها على الاله اهي 1070 58. طيب هتقول لي ليه بالاحمر؟ هنقول عشان تحولها موجب تمام، نحط هنا دي بالسالب. طيب ايه الفرق يعني ايه موجب وايه سالب؟ هو هنا بيقول لك ان البنك او الاكسل دايما بيتعامل على اساس البنك، اللي هي فكره ايه؟ الكاش اوت والكاش ان. انا دلوقتي بالنسبه للراجل اللي هو المستثمر، لما حاطط 800 جنيه في البنك او 800 دولار في البنك، هي بالنسبه له كاش اوت فتبقى بالسالب تمام، وال 1070 دولار دول اللي هيستلمهم اخر العائد بتاعه ده بالنسبه له هيبقى كاش ان، فده بالموجب. عشان كده دايما اخلي الكاش اوت بالسالب هيديني على طول لوحده الكاش اوت بالموجب. طيب دوت البريزنت، ده في حاله لما يكون عندي بريزنت فاليو خلاص وانا عايز الفيوتشر فاليو. تعال نعكسها تمام، قال لي ان انت فيوتشر فاليو خلال 5 سنين بمعدل 6% هيبقى مثلا 5000 دولار تمام. طيب انا كده عندي الار انترست ريت او الاي تمام، هنقول 8% تمام، وعندي الان 5 سنين، ان بي ار 5 سنين، وعايز منك تجيب لي البريزنت فاليو، هعمل ايه؟ هقول بيساوي زي ما احنا متعودين، قلنا عايزين البريزنت فاليو يبقى بي في، هنا كنا بنقول اف في، لكن انا عايز هنا البريزنت فاليو فاقول بي في خلاص. البي في بيقول ايه؟ افتح لي كده الاف اكس الريت 6، ان بي اي ار 5، البي ام تي قلنا 0، فيوتشر فاليو 5000 والتايب 0. طبعا هو هنا مديني ليه الفاليو مش معقوله، عشان طبعا هنا انا حاطط الدولار بنفسي، فطبعا اشيل كلمه الدولار دي تمام، واخليها كده صريحه. تاني انا عايز بريزنت فاليو، وافتح الاف اكس الريت كام؟ 8. ان بي ار كام؟ سوري الريت كام؟ 8. ان بي ار كام؟ 5. البي ام تي 0، فيوتشر فاليو 5، والتايب 0 تمام. فادتنا الرقم ده، عايزه بالموجب اخلي ده سالب يديني الرقم ده، يبقى ده اللي انا هحصل عليه، سوري اللي انا هدفعه حاليا عشان احصل على 5000 خلال 5 سنين على معدل عائد 8% تمام. طيب ايه القانون بتاعها لو انا عايز احسبها بالآلة؟ القانون بتاع البريزنت فاليو لو انا عايز اهو، بيقول لك هات لي الفيوتشر فاليو ان تمام كده، اللي هي بعد 5 سنين، زائد 1 زائد الار اس الان بتاعنا. طب تعالى نحسبها كده زي ما حسبناها ونشوف هنطلع ولا لا. انا عندي طبعا هنحسب الاول المقام، هقول 1 زائد 8% تمام كده اس 5 سنين، اديتنا كام؟ 1.46. تعالى نقسم بقى، هو كان مديني فيوتشر فاليو 5000، هقول له 5000 على 1.47 على طول، 1.47 فادتنا 3401 او 2، او طبعا عشان قربت الرقم
فهو ده الفكرة بتاعت الـ present value والـ future value. طبعا في حاجة تانية بقى، لما أكون هعمل present value خلاص كده بس في annuities. annuities يعني ايه؟ هدفع متكرر على أكتر من مرحلة، أكتر من سنة. يعني مثلا أنا عندي هنا هدفع لمدة 5 سنين، أول سنة زيرو، بعد كده هدفع 1000، تاني سنة 1000، تاني سنة 3000، 4000، 5000، وهكذا. ازاي بقى بيتحسب؟ ده القانون بتاعها، بيقول لك الكاش فلو اللي هدفعه مضروب فيه 1 زائد الار اس الان ناقص 1 على الار. طب تعالى نبص على الفيوتشر فاليو بتقول ايه. طب تعالى نبص على المثال اللي معانا. هات مثال كده معانا اهو. قال لك اهو، قال لك ان مثلا فران ده خلاص، قال لك how much money she will have at the end of 5 سنين if he choose annuity A. تمام كده خلاص، يبقى هو عايز annuity A اللي هي دي، يعني هو ال annuity A او التكرار بتاعه 1000 1000 1000، اول سنة 0، 1000 1000 1000، وكذا لحد 5 سنين. تمام، هو عايز ال annuity دي. هقول له cash flow بيساوي، تمام كده، 1 زائد الار اس ال ان ناقص 1 على الار. تعالى نحسبها. هو هنا قال لك ايه؟ 1 زائد 7%، 1 زائد 7%، تمام، سوري، 1 زائد 7%، تمام، أس إكس واي كام؟ 5 ناقص 1 على الفايدة اللي هي 7%، فاداني 5.57. اضرب بقى في اليونت بتاعتي، في الألف اللي هي بدفعها كل شهر، تمام كده، ادتني 5.57 في الألف، فاداني 5.750 اللي هي قدامه. تعالى نجيبها بالمعادلة الأيام بتاعتي، أو هتبقى معادلة برضو present value، سوري future value، أنا آسف، هتبقى معادلة برضو هجيب بيها ال future value. هقول future value بيساوي، قال لك ال annual payment 1000، تمام كده، ال annual rate of interest 7، number of years 5، فاداني ال future value. تمام، تعال نحسبها في اكسل. انا عندي هنا الالف هي البيمنت او الاماونت اوف يونيتي، بعد كده 7% الار، بعد كده 5 سنين ان، وانا عايز الفيوتشر فاليو. اقول بيساوي فيوتشر فاليو، اسف، بيساوي فيوتشر فاليو، تمام، وافتح قوس. هقول الريت عندك كام؟ اداني الريت كام؟ الريت بالنسبة لي هي 7، ان بي ار 5، بيمت ان يونيتي 1000، بريزنت فاليو مش عندي، الطايب 0، فاداني 5570. عايز احولها موجب، احط دي بالسالب عشان كاش اوت وخلاص. فده كده اللي حصل في المحاضره الاخيره في حساب لو انا هستثمر فلوسي سواء بريزنت فاليو او فيوتشر فاليو في البنك بمعدل عائد معين. شكرا ليكم واشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضره القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.